معانا خبر جميل والله العظيم. عارفين ليه؟ عشان انا بحب التاريخ. النهارده وزاره الثقافه عملت حاجه عظيمه جدا، سجلت مسار احتفالات الاسره او العائله المقدسه في اليونسكو. الحقيقه ان دي انا لما قريت الخبر ده انبسطت جدا، لانه مسار العائله المقدسه دي من الحاجات اللي احنا بنفتخر فيها في مصر، يعني دي حاجه بجد تدعو الى الفخر. فلما وزاره الثقافه تسجلها في اليونسكو دي حاجه كبيره جدا. علشان انا ما اقعدش اتكلم في الموضوع واقعد اجيب من هنا وهنا، وانتوا عارفين بحب ارغي، فخلينا نتكلم مع الدكتوره نهله امام، مستشار وزير الثقافه للتراث الغير مادي، هي تشرح لنا اكتر. اهلا يا دكتور. اهلا يا فندم، اهلا. انا كنت بسالهم، انا اسفه، بسالهم قبل الهوا هاتولي تفاصيل اكتر عن الموضوع واشرحوا للناس ايه هي مسار العائله المقدسه وايه اهميه تسجيلها في اليونسكو، بس هم الحقيقه ما جابوليش حاجه. فانا قلت اكلم حضرتك وحضرتك تفهميني انا شخصيا وتفهمي المشاهدين. نتكلم الاول عن مسار العائله المقدسه. طيب، مسار العائلة المقدسة هو المسار اللي مشيت فيه العائلة المقدسة اللي هي السيدة العذراء مريم والسيد المسيح ويوسف النجار، ودخلوا مصر من ناحية الشرق من الفرمة، طالعين من القدس، من هربا من الاضطهاد واحتموا بمصر، وما عندهم انجيل متى بيقول انه جه ملاك الرب وقال ليوسف النجار خذ الصبي وامه واهرب الى مصر. في رمزيه كبيره جدا الى انه مصر دي هي بلد الامان. مظبوط، انه البلد اللي يحتمي فيها. الحقيقه اثبتوا مصر ان شاء الله امنين. ايوه، ودخلت مصر العائله ومشيت في مسار عدت على عدد من المحافظات وعدد من النقط. في نقط كتير في محافظة القاهرة، وفي كفر الشيخ، وفي كده أدوس، وفي في طل بصة، وفي في أسيوط، ورجعت تاني وادي مطروح، ورجعت تاني العائلة مسار مشيت على طول. رجعت العائلة رجعت تاني. طيب احنا ايه اللي احنا بنقوله هنا؟ بنقول ان احنا رايحين نسجل الرحلة دي انها جت في مصر في اليونسكو. الحقيقه ان اليونسكو ده منظمه للتربيه والثقافه والعلوم، هي منظمه دوليه، اكبر يعني وزاره ثقافه في العالم. مظبوط. انا احب الشرح البسيط ده اللي يخلي الناس كلها تفهم. ايه انا مش سامعه حضرتك. اتفضل. احنا دي هي اكبر هيئه مسؤوله عن الثقافه في العالم. مظبوط. وعن التراث، وفيها عدد من الاتفاقيات، فيها اتفاقيه، والاتفاقيات دي مصر موقعه عليها، فيها اتفاقيه بتاعت 1972 دي اللي بنسجل فيها المواقع الاثريه، ودي سجلنا فيها 7 مواقع. مزبوط. زي مثلا دير سانت كاترين والكرنك والاهرامات، دي بتاعت الحاجات الماديه اللي أيوة. نقدر نشوفها اللي شايفينها ولمسينها بايدينا يعني. ايوه، في بقى اتفاقيه ثانيه بتاعت سنه 2003، دي التراث الثقافي غير المادي اللي أيوة. احنا مش شايفينه، اللي زمان كنا احنا بنقول عليه التراث الشعبي. ايوه، الاتفاقيه دي 2003 ومصر سجلت عليها برضو 7 حاجات، منهم التحطيب، منهم الاراجوز، منهم النسيج اليدوي الصعيد مصر، منهم فنون الخط العربي، منهم السيره الهلاليه. فمصر بتسجل عليها بعض العناصر. اللي تسجل المره دي على اتفاقيه 2003 يبقى لازم يكون وغير مادي. ده هنا اللي هو ايه؟ اللي هو الاحتفالات المرتبطه. أيوة. يعني احنا هنا بنعمل مولد العذراء، احنا صح. هنا بنعمل طقس معين، يبقى دي احتفالات مرتبطه هي دي اللي اتسجلت. فاحنا سجلنا الاحتفالات بتاعه العائله المقدسه مش المسار. اوكي، حضرتك. فاحنا سجلنا في الناس المصريين لديهم معتقدات كتير جدا مرتبطه بمسار الرحله على فكره. أيوة. في ابار بيعتقدوا انه فيها شرب منها السيد المسيح لان طول الرحله كان بيشرب أكيد. في اماكن هو اكل فيها، في اماكن امتنعت عن تقديم الخبز ليه، في شجره استظلت بيها هي شجره مريم. يبقى المصريين عندهم 25 نقطه وقفت فيهم العائله، وال 25 لهم مكانه معنويه لدى المصريين. ده اللي احنا سجلناه في اليونسكو. طيب. نعمل بقى ان كمان نسجل على 72 المسار نفسه. المسار ده اللي انا عايزه اسال فيه. طب المسار بقى نفسه
المسار ده بقى تبع اتفاقيه 72، ودي توكل الى وزاره الاثار، وزاره أوكي. الثقافه معنيه بالجزء غير المادي، المادي هو معنيه بيه وزاره السياحه والاثار، وعلى فكره تسجيله هو احنا سمعنا البابا وهو بيدعو الى انه مسار رحله العائله المقدسه الى مصر يدخل ضمن رائحه رحله الحج في المسيحيه، فده ممكن بيه ترويج كتير جدا لمصر. طيب هل ممكن نقدر نعمل متحف لرحلة العائلة المقدسة أو طبعاً للمسار؟ طبعا احنا اوصينا بده، وانا اوصيت امبارح برضه في لقاء وفي مجلس النواب ان يتعمل متحف، وانا افتكر ده سهل جدا وممكن ان تتبناها يعني، اعتقد ان هو بسيط مش صعب يعني، والكنيسة ممكن ترعاه والفاتيكان ممكن يرعاه واماكن كتير جدا ممكن يتمول هذا المشروع. احنا طبعا ده يعني دي حاجه مهمه جدا، بالذات موضوع المتحف ده، لانه المتاحف بالذات يمكن مش بس للكبار، هي كمان للصغيرين. الاهتمام بالاحتفاليه نفسها، توثيقها، نشرها بالاعلام، ان احنا نروج لها في التعليم، حاجات كتير. انا كنت لسه هسال حضرتك، هل ممكن ان احنا نعلم ولادنا في المدارس اهميه مسار العائله المقدسه؟ المفروض ان هي تدخل في التعليم وانها تدخل في الانشطه وفي تلهم الفنانين منها موضوعات. والله يعني والله يا فندم، على ان مصر دي بلد ممكن ان تحتضن غرباء، احنا بنحتضن كام لاجئ دلوقتي حضرتك؟ كتير. مصر طول عمرها من تاريخها هي حضن وامان. صحيح صحيح. أنا عايزة أقول لحضرتك إن كل ما هو تاريخي فهو ذو قيمة كبيرة جدا، ويمكن أنا يمكن من المؤيدين جدا لفكرة إنه التاريخ اللي بيتدرس للولاد في المدارس لازم يتغير ويبقى على هيئة قصص أكتر ما هو حاجات لازم يحفظوها، لأنه لو اتحكى لهم التاريخ على هيئة قصص يسمعوها وهيحبوها عارفة بقلبهم أكتر ما يقعدوا يحفظوا الأسماء الآلهة وأسماء الملوك والكلام ده. دي أمنية حياتي وديني أهو قلتها على الهوا. دكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث الغير مادي، ألف شكر لوجود حضرتك معانا النهاردة. شكرا. اتفضلي.